بداية يوم جديد وحلقة جديدة. صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، أهلا بكم جميعا. وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وإن شاء الله كالعادة هيكون عندنا مع حضراتكم كتير من المواضيع اللي تهمكم، فبالتالي بإذن الرحمن هتسعدوا معنا في حلقة النهاردة. مقبولة سواء لينا أو علينا، ده أمر بيكون طبيعي، لكن في أمور صعب إن هي تكون مقبولة بدون التدخل بقى أو يعني الدخول في التفاصيل، لكن حضراتكم أكيد متابعين على مدار الفترة اللي فاتت حصل إيه تحديدا لو هنتكلم مع النادي الأهلي. على كل حال إن شاء الله يعني أنا متفائلة جدا، كلنا متفائلين، نكون موسم رائع جدا، الدوري ان شاء الله هيرجع مكانه الطبيعي، واللي كلنا عارفينه كمان نقدر نحافظ على لقب دوري ابطال افريقيا اللي كسبناه 2020 2021، فخير باذن الله. انا متفائله والناس كتير جدا متفائله، بس زي ما انت قلت لازم يتحط اسس، لازم يتحط كده قواعد معينه، ونبقى فاهمين راسنا من رجلينا زي ما بيتقال، عشان ما يحصلش تاني ولا يكرر يعني اللي حصل في الموسم اللي فات، الشيء اللي اعتقد ما ضرش بس نادي بعينه او معينه، هو ضر المنظومه كلها حقيقي. يعني هو كان موسم يتقال عليه موسم مكعب الفروحه يعني الحقيقه، يعني عشان كده برضو عايزين نرجع لاخر الكلام اللي ختمت بينا هواند. احنا اكيد طبعا كلنا عايزين لقب الدوري، احنا كاهلاويه يعني وده العرف والعادي عند جماهير النادي الاهلي، بنحب ناخد كل الالقاب. الموسم اللي فات نقدر نقول ان احنا ايه فوتناها، عشان في خلال 8 شهور خدنا بطولتين في افريقيا، وطبعا عشان كلنا كنا مدركين وفاهمين انعكاسات ضغط المباريات، وطبعا الكلام الكتير اللي يعني قعدنا شهور نتكلم فيه يوميا مع كل حضراتكم. المهم الفتره الجايه ان شاء الله عندنا مباريات مهمه، عندنا مباريات قويه في البدايه، هيكون معانا الاسماعيلي وبعدين البنك الاهلي وبعدها الزمالك ثم المقاولين العرب والمحله، فربنا يصلح الحال ان شاء الله. انا متفق معاك يعني، بس لو هنتكلم من الطبيعي كمان ان الاهلي ان هو يكسب اي فريق، لكن اللي احنا محتاجينه في اول كام جوله ان انت بتجمع نقاط، هي دي النقطه يعني قدر الامكان طبعا اللي احنا نقدر عليه بعد اي فتره توقف. ماتش الاسماعيلي زي ما انت بتقول اكيد صعب جدا، ما فيش حاجه بتهيألي سهله جايه ولا حاجه اصلا مضمونه، يعني احنا هنتكلم بشكل فاري يعني، لكن لازم نلعب بشخصيه الاهلي، روح الفانيلا الحمراء، اللعيبه والجهاز الفني لازم يكونوا كمان عارفين ان الجماهير مش هتقبل باي خساره، وقلنا الكلام ده امبارح يعني خلاص احنا مش عايزين اي خساره تاني ولا ضياع للقب محبب ليهم تاني، يعني ان شاء الله نكسب اول 5 ماتشات. ويعني على كل حال خلينا برده كده نتابع، لان امبارح كان حدث كبير جدا، محتاجين برده حضراتكم تتابعوه معانا اللي ما لحقش امبارح، نروح نتابع تفاصيل اكتر عن قرعه الدوري المصري في التقرير ده ونرجع نكمل. ارتباطات كتيرة جدا الموسم دوت، في 100 يوم للمنتخب الوطني، عندنا في شهر 11 من يوم 8 ل 16 11 عندنا مباراتي انجولا والجابون، عندنا في شهر 12 20 يوم بطولة العرب للمنتخبات في قطر من يوم 1 ليوم 20 12، عندنا من يوم 28 12 لغاية 10 2 بطولة الامم الافريقية واجندة للمنتخب الوطني الاول، شهر 3 عندنا مباراتين من 21 ل 29 اللي هيحددوا مين هيوصل لكاس العالم، من 1 ل 14 6 عندنا اجنده دوليه للمنتخب الوطني الاول، دول يعمل مجموعه 100 يوم، عندنا اربع انديه بيشاركوا في البطولات الافريقيه بيلعبوا 13 مباراه للوصول للنهائي، 13 مباراه دولت لو ادينا كل مباراه 8 ايام تعمل 104 يوم، فبالتالي 100 للمنتخب و 104 للانديه. دي الامور الارتباطات اللي عندنا، لسه الاتحاد الدولي ما حددش كاس العالم الانديه فين، عشان كده قلنا مش هنعلن الجدول كامل لغايه بطوله امم افريقيا بس، وبعد كده هنستنى لما تحدد الارتباط دوت. السوبر الافريقي لسه ما تحددش بشكل رسمي، ما جناش بشكل رسمي، فدوله الارتباطات لسه ما تحددوش الامكانيات المطلوبه في كل ملعب عشان نقدر نلعب المباراه بشكل ده. ما حضرتك ورئيس الرابطه تم اعلانه بالنقل التلفزيوني الممتاز بالجمهور، الحاجات دي كلها محتاجه ملاعب مهيئه فيها الفار فيها كل الامكانيات ديت، فبالتالي لسه بس نادي المقاصه اللي عنده مشكله. بالنسبه للقاهره الاهلي ما فيش مشكله ان الاسماعيلي بيجي القاهره عادي، مشكله ان الاهلي يروح الاسماعيلي، والله لو الامن وافق يبقى خلاص ما فيش مشكله خالص وكل واحد بيرجع ملعبه، وده اللي اتمناه. الامن رفض، بنعمل مباراتين في استاد برج العرب. الحقيقه بشكر كل اعضاء الرابطه ان كان مجهود وشغل على مدار ال 20 يوم اللي فاتوا، والحقيقه طلع النهارده يمكن للناس وده كان اهم حاجه، ويكون البدايه ان شاء الله على خير. الحقيقه بشكر كل اساطير الكره المصريه وكل رموز الاعلام الرياضي اللي شرفونا النهارده بالحضور، لان هم اساس الكره في مصر، وان شاء الله ده حاجه بناسس لها تكون موجوده في كل قرعه في كل سنه، يكون حفل القرعه على شرف مجموعه من اساطير الكره المصريه، وتوجه لهم بكل الشكر ان هم شرفونا.
الحقيقة حابب أتوجه برضو بكل شكر لمؤسسات الدولة المصرية ووزارة الداخلية على الموافقة بعودة الجمهور في تجربة جديدة لعودة الجمهور ل2000 مشجع كل مباراة، وده كان حلمنا كله ان احنا كوره من غير يعني جمهور. فالحقيقه انا سعيد جدا وبتوجه لهم بالشكر، والحقيقه لقينا دعم لا متناهي سواء لرابطه الانديه او للانديه من وزاره الداخليه لرجوع الجمهور ولتفعيل صناعه كره القدم، وان احنا نصعد بالدوري تاني بشكله الجديد باذن الله. حابب اتوجه لمجموعه قنوات اون تايم سبورتس برضو لان هي كانت ليها معانا تعاون كبير بان احنا نوصل للاتفاق ان الدوري المصري يتذاع HD وبحد ادنى 10 كاميرات في كل مباراه. اعتقد برضو كل المشاهدين كان ده حلمهم، واحنا كنا قاعدين عاوزين نشوف الدوري بشكل كل ده هيفيد الانديه وهيعلي من الفاليو بتاعه الدوري وفي مصلحه الانديه ومصلحه الكره المصريه. فان شاء الله يكون بدايه دوري قويه ويكون اللي جاي افضل للانديه باذن الله. ان شاء الله احنا قلنا مجرد بس ما نبتدي بدايه الدوري عندنا ان شاء الله كاس الرابطه اللي هيتلعب في توقف بطوله امم افريقيا باذن الله، وبعد كده هنشتغل على لائحه النظام الاساسي للرابطه ونبتدي نعقد الاجتماعات مع ال 18 نادي ونبتدي نتحرك على الخطوه اللي بعد كده وهي حقوق البث والرعايه واللائحه الاساسيه كلها ان شاء الله. الحقيقه شايف انه دوري هيبقى دوري قوي ومنافسه قويه، واعتقد ان كل الانديه مستعدة بشكل كويس، وأنا شايف إن شاء الله بكل اللي بيحصل ده هيكون دوري مختلف يليق بالكرة المصرية ويليق بالأندية المصرية لأنها أندية عريقة وكبيرة. الحقيقة الأجواء النهاردة أجواء رائعة، بشكر الحقيقة الرابطة بقيادة الصديق أحمد دياب الحقيقة على هذا اليوم الرائع وعلى هذا التنظيم الرائع، وإن شاء الله يكون دوري مختلف عن بقية الدوريات وفعلا يكون الدوري المصري زي ما عهدنا في السابق هو من أفضل الدوريات في المنطقة وفي أفريقيا. إن شاء الله نلاقي كرة قدم حلوة ونستمتع والجمهور يستمتع، وسعيد بعودة الجماهير يمكن بنسب، وده شكل ده حاجة كويسة. بالنسبة للتحكيم طبعا إن شاء الله بوعد الناس، إن شاء الله إحنا اشتغلنا دينا فترة بنعمل معسكرات واستعنا بخبراء من الاتحاد الدولي من أجل الاستخدام الأمثل لتقنية الفار، ايضا من اجل تطوير الاداء الفني للحكام، وده اللي يهمني ان الحكم طالما اداؤه الفني بيكون جيد فما بنستعينش بالفار بشكل كبير، وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه الفتره الجايه، وان شاء الله تكون الامور جيده باذن الله العام القادم ان شاء الله. بشكر الرابطه بقياده طبعا الاستاذ احمد دياب والحاج عامر، ودي فعلا زي ما حضرتك قلت دي اول مره في تاريخ اتحاد الكوره بعد ما بطلت انه يدعوني في اي في مناسبه، فانا يمكن قلت دي فرصه ان انا ابقى موجود وجيت يعني الحمد لله رب العالمين. لكن في الاول اخر يعني يا رب تكون القرعه تبقى كويسه، ويا رب زي ما انا قلت كلمه كده قلت يا ريت جماهير مصر كلها تبقى في نوع من ان انا احب فرقتك وشجع فرقتك، وبس اهم حاجه تحترم فريق اخر. اتمنى ان احنا ناخد نفس الثقافه ديت، واتمنى ان احنا نشوف دوري قوي، دوري مليء بالمنافسات القويه جدا، وفي نفس الوقت في احترام بين الفرق وبعضيها. اتمنى ان احنا ناخد زي ما بناخد من اوروبا كل حاجه، زي ما بناخده منهم اللعيبه بناخد منهم، عايزين ناخد برضك منهم الجمهور، منهم الاعلام، منهم التصوير، منهم الكلام ده كله. دي كلها نماذج كتيره جدا احنا لازم ان احنا يجب ان احنا نتعلمها او يبقى الثقافه عندنا موجوده. اتمنى يبقى دوري قوي، اتمنى ان نشوف اكتر من فرقه تنافس الاهلي والزمالك على بطوله الدوري، ده الشيء اللي هيبقى رائع وهيبقى شيء جميل جدا، هيبقى في من منافسه قويه. القرعه النهارده كانت جميله، كانت غير موجهه، وشفت عدت بيسر وبسهوله، دليل التنظيم المحترم، وان شاء الله يعني متوقع باذن الله يبقى موسم جميل. والاجمل من ده كله كمان بدايه عوده الجمهور، يعني انا فعلا هي عوده الروح للكره المصريه. احتفالية محترمة جدا الحقيقة. فتعالوا بقى نروح لملف تاني خالص، أقام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب احتفال للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي بعد ما توج الفريق بلقب البطولة العربية للأندية طبعا على حساب فريق الكويت الكويتي. قام كابتن محمود الخطيب بإهداء أفراد الجهاز الفني وكل اللاعبين نسر النادي الأهلي تقديرا منه للإنجاز اللي حققه الفريق بعد ما فاز بالبطولة العربية، وإليكم المزيد من التفاصيل من خلال هذا التقرير، اتفضل. We'll be right back.
البطولة أول مرة تدخل النادي الأهلي، وإن إحنا ده شيء بالنسبة لنا شيء بنقدره جدا، وعندنا أمل كبير جدا جدا في حضراتكم بجهازكم الفني والإداري والطبي بكل الجهاز بتاعكم، إن يكون إن شاء الله دي البداية اللي إحنا كلنا منتظرينها. لكن صعبت الأمور عليكم، انتوا فريق كويس، لعيبة كويسين، جهاز كويس، كل الإمكانيات متاحة ليكم عشان نشهد عصر جديد بالنسبة لكرة السلة بالنسبة للنادي الأهلي، وانتوا تقدروا تعملوا الكلام ده، وعندكم من القدرات الفنية والبدنية والقلب والروح اللي هو بيعمل بطولات كتير جدا. فالتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى طبعا، لكن الاجتهاد ده أمر مفروض. أكتر حاجة عجبت الناس كلها اللي بيكلمونا في المباراة اللي فاتت الروح والقلب والتكنيك الفني وقدرة اللاعبين على تحويل الأمر لصالحهم في أي وقت من المباراة، وده أمر للرجالة، أمر مهم جدا. أنتوا تمتلكوا مواهب كتير جدا، تمتلكوا جهاز عالي جدا، أعتقد بإذن الله اللي جاي ممكن يكون جوه النادي الأهلي، أي بطولة جاية ممكن تكون موجودة جوه النادي الأهلي. الحمد لله إدارة ناجحة بالإضافة للفنيات بتساوي بطولات، فما أعتقدش إن لا الفريق كرة السلة على مدار الأربع سنوات أي طلبات سواء فنية سواء إدارية أي حاجة لم تلبى من مجلس إدارة النادي. بقول إن هذا الفريق ما تبناش ما بين يوم وليلة، الفريق اتبنى في نجوم الموجودين معانا، وفي الموسم اللي قبل اللي فات تم الدعم، واللي فات دعم آخر، وهذا الموسم آخر دعم، بحيث التكوين اللي موجود السنة دي أعتقد ده حصاد 3 سنين من الدعم بموافقة مجلس إدارة النادي، بحيث ان اعتقادي الشخصي ان احسن مجموعة لاعبين موجودة داخل مصر هي اللي موجودة قدامي حاليا. والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا تعاقدنا مع جهاز فني كوف بقيادة مستر أجوستي، فزي ما قال الكابتن محمود الخطيب احنا تملي البطولة اللي بتنتهي يعني بتتحط في دولاب النادي الاهلي وبنستعد، وانا عارف ان حضراتكم عندكم الخميس والجمعة والسبت بداية دور المرتبط في اسكندرية، يعني خلاص نبتدي نفكر في البطولات اللي جاية، وهو ده اللي احنا تعلمناه داخل النادي الاهلي. يعني احتفالية وتكريم بجد يستحقوه، يعني فريق قوي ولعيبة أسماءها كبيرة جدا، وبطولة يعني جات لنا بعد فترة طويلة، فحاجة أكيد كلنا كأهلاوية مفروض نكون فخورين بيها. خلينا نروح نتابع بعض اللقاءات مع اللعيبة ونرجع نكمل كمان. التكريم بصراحه يعني حاجه تفرح جدا وكلنا مبسوطين الحمد لله، بس زي ما طبعا كله قال ان دي اول خطوه، طبعا في ضغط علينا كبير جدا ان احنا نفضل الاول، نفضل فوق على طول، فده طبعا عبء كبير يعني عبء كبير علينا، بس احنا ان شاء الله قده وان شاء الله هنتعب ومركزين بالبطوله ببطوله. دي كانت خطوه واحده ولسه احنا مركزين ان شاء الله في الخطوه اللي بعديها اللي هي دوري مرتبط ان شاء الله، باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. الحمد لله كنا احنا داخلين الموسم ده كل الفرق مركزه ان احنا ان شاء الله باذن الله نقدر نحصد اكبر عدد من البطولات، وده كان باين علينا من اول يوم، من اول ماتش بدأنا ماتش ودي كان باين ان الفرق كلها مركزه، والبطوله العربيه دفعه قويه لينا ان شاء الله، ان احنا عندنا دوري مرتبط، عندنا كاس مصر، عندنا ان شاء الله دوري السوبر، ان شاء الله باذن الله يكونوا في دولاب النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله. بيبقى حاجه كبيره لينا طبعا ان احنا بيبو كمهتم بينا وجا وشرفنا في الملعب، ده كان حاجه كبيره لان ده حفزنا ان احنا لعبنا جامد، ولو لعبنا احسن انت فاهم. فالحمد لله يعني دي البطوله دي كانت بدايه لينا وان شاء الله لحاجه كبيره في المستقبل، وان شاء الله باذن الله احنا داخلين على المرتبط يوم الخميس دوت، فان شاء الله تبقى بدايه كويسه لينا. بشكر كابتن محمود وجهاز مجلس الاداره كله على التكريم الجميل اللي احنا فعلا بنستناه من
لكل بطوله ومتعودين عليه دايما، وهم دايما في ظهرنا وكل حاجه بتتم بمعرفتهم وعمره ما بيتاخروا علينا في اي حاجه. فبشكرهم كلهم وبقول لهم ان شاء الله باذن الله بدايه انطلاقه على قد ما نقدر باذن الله. بحب اوعد الناس واوعد الجمهور باذن الله رب العالمين ربنا يكرمنا وفي تقدم دايما باذن الله رب العالمين. الحمد لله على البطوله والحمد لله على المكسب. طبعا زي ما انت بتقولي تكريم مهم جدا طبعا لينا معنويا، تواجد كابتن الخطيب معانا وفي وسطينا حتى في البطوله نفسها كان دفع معنويه كويسه لينا جدا بروح الفرقه وبيدعم الفرقه وهو ومجلس الاداره كله. طبعا تكريم مبسوطين جدا بالتكريم اللي حاصل لينا، بنحس بمدى اهميه الحاجه اللي احنا عملناها بعيد انها طبعا اول بطوله تدخل نادي، وده شرف لينا وشرف لكل واحد مننا ان هو يبقى موجود جوه منظومه تقدر انها تقدم حاجه تبسط الجماهير وتبسط النادي. الحمد لله يعني على الفوز. طبعا التكريم النهارده يعني ده كان حاجه يعني بتخلينا نشعر بالفخر طبعا لانتماء النادي الاهلي بمجلسه ورئيسه كابتن محمود الخطيب. يعني ده الحمد لله يعني بقى دي زي ما انت قلت ان هي ان شاء الله البطوله الاولانيه لينا في اول بطوله في السنه، يعني تخلينا تدينا بوش كده لاول بطوله ناخدها وبعدين نكمل ان شاء الله. السنه دي بقى عندنا 3 بطولات ان شاء الله بقى نبتدي نتوج بالبطولات بقى، عشان السنه اللي فاتت يعني يمكن ما الجماهير ما كانتش مبسوطه مننا قوي، لكن الحمد لله السنه دي احنا ماشيين في التراك الصحيح وان شاء الله ناخد البطولات الثلاثه ان شاء الله باذن الله. نشكره جدا طبعا على التكريم الجميل ده يعني، وان شاء الله نقدر نبقى قد المسؤوليه دي، نقدر زي ما هو قال نقدر نبقى قد مسؤوليه ان احنا نقدر ننافس على اكتر على البطولات اللي جايه. وزي ما كابتن خطيب قال ده حمل علينا زياده، مش حاجه نفرح بيها، لا ده بالعكس ده حمل علينا زياده ان احنا موسم لسه طويل بتاعنا، عندنا ماتشات قريب اصلا، فان شاء الله نقدر نشرفه ونشرف جماهير النادي الاهلي كلها يعني باذن الله. احنا بقى لنا 3 سنين اصلا يعني بنعمل في الفرقه وبنتكلم ان احنا محتاجين بقى عايزين نكسب سنين كتير ورا بعض، فدي بدايه بقى بطوله كبيره. فطبعا زي ما كابتن محمود بيقول ما ينفعش نريح، عشان هو اي حد دلوقتي باصص لك ان انت البطل فنفسه يكسبك ونفسه يعني ياخد منك بطوله، بس ان شاء الله احنا التركيز هيبقى اقوى يعني اكتر الفتره الجايه ان احنا ان شاء الله اي بطوله نخشها نكسبها باذن الله. طيب ده بالنسبه لسله النادي الاهلي رجال، السيدات يسكتوا حضرات ابدا. برضه لازم نتوجه ليهم بالتهنئه، الفريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي لان هم توجوا بلقب بطوله منطقه القاهره بعد ما فازوا على فريق الجزيره بنتيجه 77-71. ده حصل في المباراه النهائيه اللي اقيمت بالامس على صاله استاد القاهره الدولي، بعد ما الحقيقه قدموا عرض قوي جدا واداء اكثر من ممتاز لينجح الفريق في نهايه المطاف في انهاء هذه المباراه لصالحه ويحصل بالتالي على اللقب الاول ليه في هذا الموسم. وطبعا بعد نهايه المباراه تسلم الجهاز الفني وكل لاعبات سيدات سله النادي الاهلي كاس البطوله وميداليات المركز الاول، فطبعا هم كمان بنقولهم مليون مبروك. ده عادي يعني بجد، سيدات النادي الاهلي في جميع الرياضات بجد متألقات جدا، ويمكن بالارقام مش انحياز في الهواء زي ما تقول، لا بجد بالارقام وحتى الموسم اللي فات وان شاء الله الموسم اللي جاي يحصدوا مزيد ومزيد من البطولات والالقاب اللي بنفتخر بيها كلنا اكيد كاهلاويه، في حاجه محترمه جدا. في حاجة بقى تانية محترمة برضو جدا، وهي حاجة جديدة ومهمة تم الإعلان عن تفاصيلها امبارح تحديدا، وهي إقامة رولان جاروس في مصر ككيان بنتكلم رياضي متكامل لرياضة التنس. الهدف من ده إقامة بطولات رياضية دولية وإعداد جيل مصري منافس في لعبة التنس. هنفهم أكتر بس نشوف التقرير ده ونرجع نكمل. مصر كدولة هامة ونمو بتشهد الاقتصاد النمو في السوق المصري كبير وهذا بيج ساوند في المنطقة كلياتها، فشفنا أن نكون إن شاء الله المشروع أفضل موقع يكون في مصر، والحمد لله تسرت الأمور وكان في اهتمام هنا وسبورت كثير من الحكومة من الدولة فمشيت الأمور والحمد لله يعني كان الاختيار الصحيح والموفق. ده بيمثل حاجة كبيرة جدا لأن رولان جاروس من أكبر الهيئات الرياضية في أوروبا، بتمثل في فرنسا العمود الأساسي بتاع لعبة التنس وتقام فيه أكبر بطولة في العالم جراند سلام رولان جاروس. فإحنا المشاركة بتاعتهم ووجودهم هنا في مصر هيبقى إضافة كبيرة
النهاردة المشروع بيمثل 25 ملعب تنس زائد ملعب رئيسي بيتسع ل 7000 متفرج وملعبين رئيسيين تانيين صغيرين كل واحد فيهم 3500، فده إضافة كبيرة. النهاردة أي ملعب تنس بضيفه ده بيديني فرصة أن أنا أدرب عدد أكبر من اللاعبين الناشئين عندي في مصر. ف 25 ملعب بنتكلم أن أنا ممكن أضيف فيها 2000-3000 لاعب تاني بكون بدربهم في هذه الملاعب. Roland Garros souffre beaucoup de la concurrence اختيار مصر لإنشاء هذا المشروع رولان جاروس من قبل رولان جاروس بفرنسا بناء على بشكل الأول تطوير الرياضة وتطوير رياضة التنس، إن التطوير يبتدئ من إن إحنا نصدر اللعبة تخرج لخارج الحدود الفرنسية، وشايف إن مصر من يعني مكان واعد لاستضافة هذا النادي ويقام عليها مشروع زي ده من حيث المناخ والاستعدادات، وإنها تكون فرصة كويسة قوي لمصر لإنشاء جيل من الرياضيين والمدربين في رياضة التنس بشكل احترافي يشارك في بطولات دولية ومحلية بشكل يعني احترافي وبشكل مشرف لمصر. Qui travaillait avec moi à Paris. La particularité donc de notre tennis, comme je disais, c'est. اختيار مصر نتيجة إن عندها قدرات كبيرة من الرياضيين من مدربين ولاعيبة، وإن ده هيأثر بشكل كبير على مستوى مصر في المشاركة في البطولات الدولية والتدريب إن هما اللعب على أراضي رملية. تقدر تخرج أبطال وتقدر تخرج جيل جديد يقدر يلعب على مستوى عالي رياضة التنس عالميا ومحليا. Le plus performant possible sur cette terre battue qui reste un championnat. طبعا أنت لما تيجي تتكلمي على التنس عموما ففي رمز من رموزنا كابتن إسماعيل الشافعي لازم بنلجأ له، لازم يكون موجود ولازم بيسافر يروح هناك يقعد مع الناس ويتكلموا، هو حاجة تشرف الدنيا كلها. هو بيبقى ليه وجهة نظر طبعا إن الحكاية في أولها لازم ما يقدرش يصرح هو أو يقدر يقول إن إحنا هيبقى عندنا أساسيات معينة في الحكاية كلها، يعني إلا لما يبقى في واقع إحنا نلمسه بإيدينا، إلا لما بنشوف الهرم بتاعنا، نشوف الماتشات بتتلعب تحت الهرم، بنشوف اللي بيعمله المسؤولين في رولان جاروس في فرنسا وفي العالم كله، يعني بيعملوا على الشكل الحضاري اللي موجود في مصر دلوقتي ده، تبقى حاجة زي رولان جاروس موجودة أظن أنظار العالم كلها. هو يقصد كده إن يعني أنتوا واحدة واحدة علينا، يعني إنما إحنا بإذن الله هنعمل حاجة محترمة جدا. يعني بصراحة حاجة لازم تفرح أي شخص مصري، لأن الفكرة في إيه؟ أوكي، رولان جاروس دي زي ما حضراتكم عارفين هي بطولة بتقام في باريس تحديدا كل سنة ومن أكبر البطولات يعني الدولية في التنس، فدي حاجة عالمية وبيشارك فيها يعني أبطال من جميع أنحاء العالم. إمتى بدأت؟ 1891 تحديدا. فعلى كل حال لما تيجي تجيب اسم بطولة عالمية زي ما كابتن شريف عبد المنعم على فكرة كان بيتكلم قالك أنت جاي دلوقتي وهتفتتح فرع هنا وناس هتلعب وهتبتدي تستثمر في هذا المجال تحديدا لعبة التنس، وانت عندك على فكرة أبطال يعني مصريين كتير جدا برضو أسماءهم في هذه الرياضة مش قليلة، فانت كده بتشتغل بشكل عالمي فعلا، لأن خلي بالك ماتشات زي كده لما هتتلعب أو بطولات زي كده لما هتتلعب، وعندك كمان في أماكن سياحية، فانت بتعمل إن دايركت ماركتينج للسياحة بتاعتك، وده اللي احنا كنا بنتكلم عنه فترة طويلة، احنا عايزين نركز على ده. فبنية تحتية جديدة ومتطورة واستثمار في الرياضة وكمان بنتكلم في التنس تحديدا، ف يعني لا احنا كده حاجة بجد مشرفة، خطواتنا الحمد لله مش في مجال واحد في جميع المجالات، يعني مبشرة جدا جدا جدا. فلا انا مبسوطة جدا واكيد كلنا لازم نكون فخورين بحاجة زي كده. كابتن شريف عبد المنعم ختم كلامه بان هي حاجة محترمة، وهي بالفعل حاجة صحيح. محترمة، واكيد ما جاتش من فراغ، يعني اكيد ده طبعا بعد ما العالم كله كان يعني بيراقب مصر وقدرتها على حسن تنظيم الكثير من الفعاليات الرياضية في رياضات مختلفة وعلى مستوى عالمي بالمعنى الحرفي للكلمة. احنا اللي ابتدعنا نظام الفقاعة الفاكرة واتخذت عننا في كتير من البطولات التانية، فخلاص العالم كله بقى عنده ثقة ونظرته لمصر وقدرتها على التنظيم أكيد اختلفت كتير جدا بعد هنقول السنتين بس اللي فاتوا. وخلي بال حضراتكم مصر نجحت في تنظيم الفعاليات الدولية دي في عز الوقت اللي كل الدول حتى العظمى منها كانت يعني ايه بتتهرب بالمعنى الحرفي من تنظيم، بتأجل، ما كانوش قادرين، احنا قدرنا وعرفنا، وده اللي خلى في الآخر هيئات وكيانات يعني تاريخية زي رولان جاروس، يعني زي برضو ما سمعنا في التقرير قالك مصر هي الأنسب.
خدت بالك من كلمه طبعاً. مصر هي المكان طبعاً. الانسب للتنظيم. فطبعا حاجه عظيمه جدا مصر الفتره الاخيره الحقيقه رياضيا ابتدت تروح في سكه تانية خالص وعلى مستوى عالي جدا، فشيء مشرف لينا جميعا كمصريين. طيب نشوف بقى مع حضراتكم درجات الحراره وحاله الطقس من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. يعني يمكن احنا واحنا صغيرين درسنا فكره ان انت في مصر جوك مختلف وربنا ناعم عليك بمناخ مفيش اي دوله تانية في العالم عندها. على فكره ده حقيقي، يعني انت دلوقتي بتتكلم ان انت خلاص اواخر شهر 10 معظم الدول، يعني بتكلم عن اوروبا وغيره، مشتيين، والدول الخليج الدنيا لسه شويه عندهم حر، فيعني الطقس ثابت. لكن انت عندك هنا اللي عايز لسه يصيف موجود، اللي حابب الجو اللي هو الخريفي موجود، يعني كل حاجه موجوده. يعني ربنا نعم علينا بجد بحاجة يمكن فعلا استثنائية، دي حقيقة. على كل حال فاصل سريع وحنرجع نكمل بحضراتكم. رحب بكم مرة تانية، ودلوقتي خلينا نتابع أخبار النادي الأهلي وفرقه المختلفة من مراسلتنا هنا أبو القاسم موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هنا صباح الخير عليك يا هنا، متصبح عليك أنا وكريم وكل دلوقتي متابعي 10 الصبح سامعينك، تفضل. يا صباح الخير عليكم يا نهاوند ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي. خلوني في البداية قبل ما أبدأ فقرة أخبار النادي أهنئ طبعا سيدات كرة السلة، يعني إنجاز جديد بيحققوه بيتوجوا ببطولة منطقة القاهرة، يعني عملوا مباراة كبيرة جدا أمام خصم قوي زي فريق الجزيرة، لكن ربنا كلل مجهودهم الحقيقة وتوجوا بالبطولة. يعني بنتمنى لهم إن شاء الله موسم استثنائي هذا الموسم وكل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي نبدأ بأخبار الفرق الرياضية ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيستأنف تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة، طبعا كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني للفريق. تجمع الفريق هيكون في تمام الثالثة عصرا على أن يبدأ المران في تمام الرابعة مساء. خلوني كمان أكلمكم عن البرنامج التدريبي للفريق قبل مواجهة بطل النيجر يوم 16 أكتوبر. يعني النهاردة زي ما قلت هيكون في تدريب، اللاعبين الدوليين هيشاركوا في المران، كمان غدا هيكون في مران للفريق، بعد كده هيتجهوا مباشرة للنيجر. يوم 15 أكتوبر هيكون في المران الأخير، هيكون على ملعب المباراة، وطبعا المواجهة هتكون يوم 16 أكتوبر. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق في بداية بقى مشوار البطولة رقم 11 الإفريقية للنادي الأهلي إن شاء الله. خلونا بقى دلوقتي نروح للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة اليد. سيدات كرة اليد بيحققوا فوز أمس على فريق اتحاد الشرطة بنتيجة 41-14 ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني الحقيقة المباراة شهدت تألق كبير جدا من سيدات كرة اليد، بالرغم من أن المباراة على الحقيقة كانت على صالة فريق اتحاد الشرطة، لكن شفنا سيطرة كبيرة جدا من سيدات كرة اليد. يعني قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 17-5، والشوط الثاني قدروا يوسعوا فارق الأهداف بنتيجة 41-11. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يكملوا في بطولة الدوري بهذا الأداء. كمان رجال كرة اليد النهاردة هيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب على فترتين. التدريب الأول هيكون تدريب بدني من الساعة 4-5 في صالة الجيم، والتدريب الثاني هيكون تدريبات فنية في الصالة في النادي الأهلي من الساعة 5-6. كل ده طبعا ضمن الاستعدادات لمباريات الدوري. يعني هيكون عندهم مباراة غدا أمام فريق أصحاب الجياد في تمام الرابعة مساء، ويوم الجمعة أيضا هيكون عندهم مباراة أمام فريق الأولمبي في تمام أيضا الرابعة مساء. كل ده ضمن المنافسات الدور الأول من بطولة الدوري. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هم ماشيين حتى الآن بخطة ثابتة في بطولة الدوري إن شاء الله يستمروا. كمان شباب كرة اليد 2002 قدروا أمس يحققوا فوز على فريق الطيران بنتيجة 30-22. المباراة شهدت تألق كبير جدا من شباب كرة اليد، زي ما قلت قدروا يحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 30-22 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط. أخيرا خلونا نروح للعبة الكاراتيه. النهاردة فرق الكاراتيه بالنادي الأهلي شباب وشابات وناشئين وناشئات هيغادروا لطنطا استعدادا للمنافسات النهائية من بطولة دوري الكاراتيه. البطولة هتكون مقامة على استاد طنطا من يوم 18 أكتوبر حتى 21 أكتوبر. يعني طبعا بنتمنى لفرق الكاراتيه بالنادي الأهلي كل التوفيق، وجميع جماهير النادي الأهلي بتشجعكم
لكم وبتدعمكم. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه. خلوني كمان يا نهواندو ويا كريم اقول لكم الاجواء من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. الاعضاء بدات بالفعل التواجد في النادي. درجه الحراره دلوقتي 28، ويمكن كمان في حاله من النشاط، يعني الاعضاء بداوا في ممارسه الرياضه بالتحديد رياضه المشي في تراك النادي. يعني الاجواء الحقيقه مليانه بالنشاط والايجابيه. كل الاعضاء اللي حابه تتجه يا ريت تيجي تقدروا تستمتعوا باليوم. يعني دي كانت ابرز الاخبار من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. بنشكرك جدا على هذه التغطيه وكمان على نقل الصوره حيه يعني من النادي دلوقتي. وفعلا الفتره دي بيكون فيها كمان كبار السن اكتر فئه بتبقى يعني حريصه ان هي تكون متواجده وتمارس رياضه. بصراحه حاجه يعني بتكسف، فاهم؟ تحس ان يعني بجد ناس كبار سن لكن حريصين على ممارسه الرياضه، فدي حاجه بتشجعنا برضو لحد كبير. شكرا لك يا هنا جدا. ومن اهل الجزيره نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريده الجمهوريه وزميلتنا العزيزه مريم سميح اللي هتتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في كافه الصحف والمواقع. والجدير بالذكر هيكون ليها لقاء مع الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي في جريده الجمهوريه. صباح الفل عليكي وصباح الفل على ضيفك الكريم، وتفضلي سامعيني. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير عليك يا نهواندو، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة الجمهورية. طبعا هيكون معانا عدة عناوين مهمة هنتناقش فيها مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية. البداية هتكون من جريدة الجمهورية: خطوة مبشرة للمنتخب والقادم أصعب بكثير، 6 إيجابيات و3 سلبيات. ومن موقع اليوم السابع: انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للرماية على هامش بطولة العالم. ومن روسيا اليوم: أول قرار من اليويفا بشأن انضمام لاعبي الأندية لمنتخباتهم في مونديال 2022. وأخيرا من الشرق الأوسط: هل حان الوقت لاستبعاد اللاعبين في غير الملقحين الذين يعرضون حياة الآخرين للخطر؟ كل دي طبعا عناوين هنتناقش فيها حالا مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية. طبعا بنصبح عليك في البداية أستاذ حسام، وخلينا نبدأ بالمنتخب. يمكن خطوة مبشرة هو العنوان من جريدة الجمهورية. عايزين نتكلم عن الإيجابيات والسلبيات، خاصة أن الإيجابيات أكثر بكثير من السلبيات اللي ذكرها التحقيق. طبعا احنا بنبارك للمنتخب بفوزه على ليبيا في الذهاب والإياب، وده شيء طبيعي بيدي دفعة معنوية كبيرة للمنتخب بالمرحلة الجاية. طبعا الإيجابيات كتيرة جدا، ان احنا بقى في تجانس ما بين اللاعبين بينهم بعض، ظهور كثير او تألق بعض اللاعبين زي احمد فتوح ومصطفى، وطبعا يعتبر نجم المنتخب محمد صلاح كان ليه تأثير كبير جدا. شفنا قد ايه التجانس، شفنا قد ايه عودة القوة والروح وتنفيذ المهام المطلوبة منهم، خاصة ان احنا كنا بنلاقي فيه كمان صلاح رغم الهجوم بينزل ان هو يساند، كذلك مصطفى محمد وغيرهم. فدي تعتبر من الايجابيات الكبيرة المضافة ليهم، الى جانب بعض السلبيات اللي هي بقى عدم الاستفادة من بعض الكور خاصة العرضية. بنلاقي مثلا اللاعب ممكن ياخد بعض الانذارات اللي هي ممكن تعطله في المسيرة القادمة، ولكن طبعا دي ايجابيات هتبقى دفعة قوية جدا. احنا شفنا كيروش قدر ان هو يظهر بشخصيه متميزه مع المنتخب، واصبح منتخب ليه سمه قويه معاه، وان شاء الله اللي جاي افضل. طيب عايزين نتكلم عن كمان انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للرماية. يمكن بطولة ورا بطولة، بطولات عالمية بتقام على أرض مصر، يمكن ده ما بقاش جديد خلاص على مصر، ولكن عايزين كمان نتناقش في فكرة مكان الإقامة. يعني موجودة البطولة في العاصمة الإدارية، وكمان كاميرا 10 الصبح في الأهلي كانت موجودة يعني من حوالي أيام قليلة، كمان في المدينة الرياضية في حي الأسمرات برضو يعني كان في بطولة لضعاف السمع. حضرتك شايف الأماكن كمان الجديدة في الدولة اللي بتقام عليها هذه البطولات؟ طبعا ده شيء جميل جدا ورائع، وده بتعبر المكان، العاصمة الإدارية الجديدة بتعبر عن مصر الجديدة القادمة، اللي الناس في جميع أنحاء العالم بتشوف مصر بمظهر جديد، وده بيدل على التقدم الرقي اللي مصر بتسعى له. وطبعا بطولة كبيرة زي دي فيها ما يقرب من 350 رامية ورامية بيمثلوا 15 دولة، منهم مصر، السعودية، ليبيا بالنسبة
بالنسبه للعرب، وعندنا امريكا واسبانيا البرتغال انجلترا، فطبعا دي احنا مبسوطين جدا بوجودهم هنا، ان هيشوفوا يقدروا يعبروا عن ده في المحافل الدوله. طبعا شيء طبيعي هينقلوا لدولهم مصر التقدم او وصلت لايه للمرحله الجديده اللي احنا فيها. فان شاء الله تحيه ليهم ونبارك ليه اللي هيكسب ويفوز في البطوله ان شاء الله. ان شاء الله. كمان عايزين نتكلم على السماح للاعبين في الدوريات الاوروبيه بالانضمام لمنتخباتهم طبعا الوطنيه قبل اسبوع واحد من انطلاق كاس العالم. شيء طبيعي ان هو طبعا اغلب اللاعبين هينضموا قبل كاس العالم، يعني هو هيبقى في قطر ما بين 11 نوفمبر لغايه يوم 12 للشهر اللي بعده، طبعا هيبقى قبلها باسبوع غير المراحل اللي فاتت طبعا عشان موضوع كورونا، هيبقى في تحفظ شويه لانتقالهم، وده شيء طبيعي واجراءات طبيعيه جدا، طبعا هتختلف عن المرات اللي فاتت، ولكن طبعا عشان احنا الظروف اللي بنمر بيها فده شكل طبيعي جدا ان هم يقوموا بالدور ده ونفذوا بالشكل ده. تمام. جزء لا يتجزأ عن كورونا، الحقيقه ان في الدوري الانجليزي اكثر او الدوريات الاوروبيه اكثر من لاعب رفض ان هو يتلقى لقاح كورونا، ده بسبب عده اسباب، يمكن كان في ترويج ل يعني انه بيحصل ضعف في بعض الامور الصحيه، كمان في منهم عندهم يعني يمكن زي نظريه مؤامره ضد اللقاح، فتعليق حضرتك ان هم بيضروا بالاخرين من اللاعبين؟ طبعا ده شيء مرفوض تماما، ويجب ان احنا تنفيذ الاجراءات الوقائيه والاحترازيه بشكل صارم جدا، ويبقى لازم يتم محاسبه اي لاعب او اي حد يقصر. وطبعا هم حطوا اجراءات قويه من خلالها، مثلا لازم يبقى فيه تباعد معين ما بين اللاعب وبين الاخرين ما بين زمايله، لازم لبس الماسكات، المتابعه الدوريه للكشف الدوري بعد كده، الى جانب ان هم هيحملوهم فيما بعد التكاليف اللي هي اجراءات المسحات. ولكن في نفس الوقت انا من خلال قناة الاهلي ان انا لازم حد يطلع متخصص طبيب يطمئنهم عشان الامور تمشي بشكل افضل، عشان ما يحصلش يبقى فيه، لان اللاعب لو راح مكان او اماكن وفي رعب ما بين ان هو ياخد اللقاح وما بين زمايله كمان خايفين منه اللي هو ممكن يكون عنده كورونا وعليهم، فدي مشكله هتتحل من خلال الاجراءات الاحترازيه وحد متخصص يطمنهم. بشكرك جدا طبعا استاذ حسام، دايما مشرفنا ومنورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. ده طبعا كان حوارنا ومناقشه لابرز العناوين الصادره صباح اليوم الاربعاء من داخل مقر جريده الجمهوريه. بشكركم جدا، عوده ليكم مره اخرى. احنا بنشكرك جزيل الشكر، بنشكر اكيد استاذ حسام الغرباوي، واكيد برضو شكرنا موصول للزميله العزيزه هنا ابو القاسم. فقرتنا الاولى خلصت الاخباريه، خلينا نطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل واولى فقراتنا الاخباريه. الفقرة دي هنتكلم فيها عن الطرب الجميل. في آخر حفلة للكورال بالنادي الأهلي كان في صوت كده يعني مش بس هيتقال عليه جميل، لا هو لفت نظر كل الناس اللي كانت موجودة لدرجة ان هم لقبوه بحسين الجسمي، يعني صوت وشكل في نفس الوقت. خلينا على كل حال نرحب بضيفنا علي ياسر مطرب بكورال النادي الأهلي. يا صباح الفل. صباح النور، نورنا والله بجد. نور حضرتك، اهلا بيكي ومشاهدين النادي الأهلي كلهم. يعني مش قادر اقول لك الكلام الجميل اللي كان بيتقال عليك بعد حفلة الكورال الأخيرة، فيعني احنا مستعدين ان احنا النهارده يعني من خلال وجودك معانا هنسمع بقى صوت حلو واحساس جميل. بس نستأذنك يا علي في البدايه، عايزين نعرف اكتر عنك، سنك، بتدرس، بتشتغل، بتعمل ايه؟ انا لسه متخرج من كليه اعلام. جميل. جامعه مصر. أي. تمام. عندي 23 سنه. لسه مش بشتغل، يعني لسه بخش المجال واحده واحده. بس يعني لحد دلوقتي اللي ماشي فيه بس الغنى. لحد دلوقتي بصراحة. انت عايز تشتغل في المجال اللي هو الغنى، يعني تاخده بشكل احترافي؟ انا بشوف الاثنين، مجال الميديا عشان انا اصلا بحب المجال ده. أوكي. انا كنت داخل اعلام اصلا عشان ابقى معلق رياضي. حلو قوي. طب حلو جدا. تمام. والغنى كمان يعني برضو اكتشفت ده في الجامعه كمان. طيب رائع جدا. والدراسه يعني بالنسبه لك كانت برضو حاجه اخذت من فكره احترافك للغنى او ولا عطلتك مثلا شويه؟ بالعكس، ولا بالعكس. لا، حتى في الجامعه كان في انشطه كتير جدا، والدكاتره كانوا بيساعدونا على ان احنا نطلع ده يعني. ففتره الجامعه ساعدتني بشكل كبير قوي اني انجح في ده. حلو جدا. طيب قصه بقى انضمامك لكورال النادي الاهلي جت ازاي؟ هو يعني كان بوست على الفيسبوك كده، مش انا اللي شفته، كمان كانت ماما هي اللي شافت البوست، فقالت لي قدم مجرب. فقلت لها لا، ده بتاع اطفال صغيرين. فلما قدمت فعلا ورحت هنا فريق المكتبه، قالوا لي لا انت لازم تبقى معانا عشان احنا محتاجين ناس كبيره صوتها كويس تبقى معانا في الفريق.
بس حلو قوي. طب نسمع بقى كده حاجه ونرجع نكمل يعني. طيب. انت محضر كذا حاجه، حاجات ليها علاقه بالاهلي وحاجات عاديه. اوكي اغاني الاغنيه اللي غنيتها في الحفله ماشي. نبدا بيها ماشي. وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك، تغلب الحب معايا وتعب وتعب الشوق وياك 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 وياك. ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. خلي شويه عليا وخلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شويه عليا وشويه عليك. سيد مكاوي وحلاوه اغانيه. انا بالنسبه لي بقى مش هسال، شوف انت ظروفك ايه بقى عادي. انا بالنسبه لي انا هفضل قاعد كده مستني اسمع. اقول لك على حاجه بقى بصراحه، يعني انت لازم، طب انت ليه ما دخلتش حاجات مع الكورال في النادي الاهلي اللي هي مسابقات الغنى او حاجات زي كده؟ انا متاكد ان انت كان ممكن تكسب. في نصيب لكذا حاجه يعني، تقدمت اوريدي، قدمت فعلا في كذا برنامج من البرامج المشهوره. بس يعني اكتشفت ان هي مش بتمشي دايركت. اوكي تمام. وقدمت فعلا في مسابقه وصلت سيمي فاينلز، بس الكورونا جت وقفت كل حاجه خالص. و بص انت طلعت هنا وملايين هتشوفك. واكيد ان شاء الله يبقى وش البرنامج والقناه حلو عليك يعني. بس انت تستاهل يا علي بجد ما شاء الله. مش بنجاملك، صوتك حلو قوي. ربنا يخليك. انا مش هسال. انا عايز اسمع بس. لا انا عايز اسمع. انا بالنسبه لي هسمع. طيب ممكن تسمعنا انت في حاجه للاهلي عاملها مثلا او مجهزها لنا؟ ماشي، ممكن اغني اغنيه لمحمد حماقي غناها للاهلي. اوكي جميل. اجيال بتسلم بعض، تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجه ان النادي الاهلي المصري بقى رقم واحد. العالم شاهد على امجاده، وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد واحد. أجيال بتسلم بعض، تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة ان النادي الأهلي المصري بقى رقم واحد. العالم شاهد على أمجاده، وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد واحد. جميل. طب انت نفسك تبقى زي مين؟ يعني هم لقبوك بحسين الجسمي، انت نفسك يعني بقى تبقى طبعا زي مين؟ يا ريت يا ريت تبقى زي حسين الجسمي. طبعا صوت قوي جدا جدا طبعًا. جدا طبعا. بس يعني انا ماليش حد معين، انا بلعب في الوان كتير، بغني الوان كتير. بتغني حديث يعني؟ لو قلت لك غني حاجه حديثه. بغني مش طرب يعني. بغني حاجات كتير برضه، بغني شعبي، بغني مواويل. لا شعبي. بجد؟ بجد. طب ما تسمعنا حاجه شعبي. طب ممكن اما براوه بقى بما انها شعبي. يا سلام جسمي. طبعا يا سلام طبعا ممكن. أما براوة براوة أما براوة، دور حبيبي تراوة آخر تراوة. أما براوة براوة أما براوة، دور حبيبي تراوة آخر تراوة. قلت حبيبي ملان عطشانة يا أنا، أروح له ولا أروح أشرب حدانة؟ قلت حبيبي ملان عطشانة يا أنا، أروح له ولا أروح
أشرب حنان أروح له ولا أروح وبلا شقاوة أما براوة براوة على الشقاوة. والله براوة فعلا براوة جدا قوي خالص. لا بجد حاجة جميلة. وبعدين غير كمان الصوت الحلو ويعني الإحساس كمان عالي جدا، ودي حاجة يعني بتعلي كمان من جودة المنتج النهائي اللي هو الأغنية اللي انت بتقدمها. طبعا حاجة جميلة. دي كانت تعليمات البيت، لان انا واختي صوتنا كويس تمام، بس هي لسه ما انضمتش للكورال يعني، فدي كانت تعليمات البيت، كان على طول بابا وماما بيسمعونا يعني. احنا بدأنا من البيت اصلا وبدأنا نحفظ حاجات كده طرب وقديم وكده، فبدأنا نغني وهم بدأوا يعدلوا علينا. يعني انتوا عيلة اصلا فنية او نقدر نقول تقريبا في حد يعني. برضو من باباك او مامتك او العيلة صوتهم حلو؟ يعني ماما صوتها كويس كانت بتغني زمان بس دلوقتي لا طبعا. اوكي طب انت قلت كلمة جديد وقديم، ايه من القديم بتحبه؟ عشان حاسس كده ان خامة صوتك تليق مع حاجات كتير قوي طربية. انا بحب فريد الأطرش طبعا. يا سلام. سيد مكاوي بكل تأكيد طبعا، احنا سهلنا بيه. معظم القديم انا مش بحفظ قديم قوي، بس يعني في ايه اللي انت حافظه ممكن تسمعنا منه جزء؟ قلبي ممكن مواويل مثلا، مواويل بس مش قديمه يعني. مواويل ماشي. لا براحتك يعني، اتسهرت بيه في 4 سنين جامعه بصراحه. حلو ده خلاص. حبيبتي حبيبتي شرطه مايله فراغ، وهكتب ليه حروف اسمك ما وانت في قلبي ساكنة القلب، عارفة بقصتي وحالي، ومين غيرك في قلبك اكتب له مرسالي، ماني مش عارف ده جواب الكام، ما عدتش بحسب الصفحات، ما عدتش بحسب الاقلام، ما عدتش بحسب اللي ضاع من الاوقات، كفايه اني بحبك بس وقلبك لو بقلبي حس، او شاف حاله في بعادك لصلى الرب واستغفر لذنبه وصام، ويا ما في نفسي يا ما في نفسي تيجي القلب وتحني، ولازم تعرفي اني لنا عفريت ولا جني، بحبك بس ايد اقصر كتير مني، فمش هقدر اجيبلك مدها بكف واجيبلك من الياقوت كفة، ومش هقدر اجيب الوالي في الزفة، ومش هقدر اجيبلك بيت يموت القطر لو لف في حماه لفة، كفاية اني بحبك موت، وحب الناس ندم وعار، وحبي عكسهم عفة. الله الله الله. مواويل وتعمل بقى تواشيح برضو وحاجات صوفية وكده. بحاول اعمل ده، بس انا كمان برضو بمشي السكة كده، انا بكتب اغنية اصلا دلوقتي كمان. فمستني بقى مرحلة الانتاج. وعارف كمان صوتك الحلو ده كمان يسطح لاداء اغاني حد زي فضل شاكر كمان يعني. انت الثمن القريبة دي بتهيألي انت اكيد يعني بتجيد جدا في اغاني. جربت بس اكيد هحفظ واجرب يعني اكيد. لا احنا نتمنى لك كل التوفيق بجد يا علي، وانا متوقعة لك بجد مستقبل باهر، وان شاء الله تبقى حسين الجسمي مصر بقى يا رب. يعني باذن الله يا حبيبي ان شاء الله نورتنا، ومزيد من التألق في حياتنا لوالدتك ووالدك، لان هم الاصل طبعا. يعني طبعا. هم اللي بيشجعوا، هم بيبقوا الداعم الحقيقي، فتحيالي ده تحياتنا وشكرنا يعني جزيل الشكر يعني ان خدتوا بالكم ان عندكم في البيت الموهبه الجميله دي ونمتوها ودعمتوها، حاجه محترمه جدا، وده دور لكل اولياء الامور اللي عندهم اطفال موهوبين في ايا كان فن رياضه ايا كان. فطبعا تحيه لحضراتكم، نورتنا واسعدتنا. شكرا ان شاء الله نشوفك على خير ونسمع نجاحاتك اللي جايه باذن الله ان شاء الله. هنطلع فاصل لحضرات ونرجع عشان نكمل كلامنا. اتفضل.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، عوده ل 10 الصبح في الاهلي واخر فقرات حلقتنا النهارده. الحقيقه عندنا مجموعه من الملفات الكرويه اكيد كلها متعلقه باستعدادات النادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله هيحصل ايه، وكمان قرعه مسابقه الدوري اللي اقيمت بالامس هنتكلم في الموضوعات دي وغيرها مع ضيفنا اللي منورنا كابتن ايهاب المصري مهاجم المقاولين العرب ومنتخب مصر السابق. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك. صباح الفل منورنا. وانا عارفه الميعاد ده بيبقى صعب شويه بس يعني هو المدارس بقى برده يعني الواحد يتعود بيصحى بدري كده كده في المدارس. منورنا يا كابتن ايهاب. وانا هبدا بقرعه الدوري امبارح، شفت ازاي يعني التنظيم والحدث وبرده كان في نقاط كتيره عايزين نتكلم فيها، فكره بقى الواحد عايز يعرف الجدول بتاع مباريات من بدري والصورة تبقى أوضح من الموسم اللي فات علشان ما يتكررش تاني المأساة أو ما تتكررش المأساة. يعني هي بداية خير امبارح، الواحد متفائل بالرابطة، طبعا رابطة الأندية الجديدة أتمنى تكون عند حسن ظن الناس. البداية امبارح كانت موفقة بشكل كبير جدا، الحفل كان شكل محترم ويليق بكرة مصرية، دعوة الرموز الكرة المصرية ودعوة تكريمهم امبارح بشكل جيد وهم اللي يسحبوا القرعة. اعتقد الحاجات دي هي حاجات بسيطه بس كنا نفتقدها الفتره اللي فاتت، ونفتقدت صوره حلوه في النهايه الحقيقه، كان الشكل العام كويس طبعا. فعلا فاتمنى الاستمراريه، اتمنى لهم التوفيق. امبارح عرضوا طبعا التوقفات اللي هتحصل للمنتخب المصري في خلال الفتره اللي جايه في بطوله كاس العرب وفي بطوله امم افريقيا وان شاء الله نوصل كاس عالم، في امور كتيره جدا وفي ماتشات في تصفيات كاس العالم لسه. طبعا النادي الاهلي موضوع كاس العالم الانديه والسوبر الافريقي ما تحددوش، فده كمان من ضمن الماتشات اللي هيتم يعني هيبقى فيه توقفات ليها الفتره اللي جايه. اتمنى الاستمراريه، اتمنى اللي اتقال امبارح في المؤتمر وفي القرعه يتنفذ فعلا بشكل كويس. نتمنى ان احنا نشوف مسابقه، طبعا الموسم هيبقى صعب جدا وموسم استثنائي على الجميع، هيبقى فيه ضغط كبير جدا جدا، اتمنى ان احنا نقدر نحافظ على الشكل العام بشكل كويس. هيحلو اكيد بوجود الجماهير. بالمناسبه ايه رايك في القرار اللي يعني صدر عن رابطه الانديه بان ان شاء الله في الموسم ده من الدوري هيكون لكل فريق 1000 مشجع موجود في الاستاد؟ انا شايف دي من احسن القرارات اللي اتخذت امبارح. اتمنى بقى يعني اللي انا نفسي فيه واتمناه طبعا الجمهور يكون عند حسن ظن يعني طبعًا. عند حسن ظننا طبعا لما يرجع يحافظ على حضوره، وعشان نقدر يعني او تقدر كرابطه اللي هي تزود العدد لان لما يتواجد الجماهير بشكل كويس بشكل محترم بتشجع باسلوب حضاري واسلوب محترم بيشجع فريقه بس ما يتدخلش في اي امور ثانيه، اعتقد هيبقى ده هيبقى حافز ودافع للرابطه اللي هي تطلب من الامن زياده الاعداد، وده اللي احنا عايزينه لان الكره من غير جماهير احنا شفنا الفتره اللي فاتت كنا بنعاني. طبعا مع احترامي الكامل يعني لدوله ليبيا، احنا شفنا في ليبيا كان في 5000 متفرج، احنا ما نقلش في سوريا فيها جماهير بتحضر، احنا ما نقلش على الناس دي، طبعا احنا بنتفوق عن الناس دي كلها، فاحنا نتمنى ان احنا نلاقي الجماهير بشكل حضاري وبشكل محترم، وده الدور اعتقد يعني دور الاعلام الفتره اللي جايه اللي هو يبدا يوعي الجماهير على الفتره اللي جايه، الحضور يبقى شكله عامل ازاي، لازم يعني تروح تشجع فرقتك تهتم بفرقتك بس عشان تقدر بدل ال1000 نزود لخمسه وسته وعشره كمان وتبقى الامور ترجع لطبيعتها تاني لان احنا نستاهل احسن من كده بكتير. طب امبارح اتقال برضو ان هيتم او هيحصل توقف يعني تقريبا 200 يوم حاجه زي كده ما بالظبط بس يعني عشان المشاركات الدوليه وغيره، بس مش ده برضو ممكن يحط ضغط على اللاعبين ولا هو احنا لسه بنتكلم ان ده هيعمل ضغط على الانديه كلها، فيها هيبقى في ماتشات ممكن بعد كل 3 ايام كل يوم حل ايه برضو ما احنا هنرجع نعيد. هو ده موسم استثنائي، هو ده موسم استثنائي القايمه دلوقتي واللي فات قالوا عليه استثنائي. ما هو احنا للاسف احنا كنا نتمنى ان احنا نبدا زي العالم يعني العالم كله ونمشي في الامور الطبيعيه. احنا دلوقتي لسه هنبدا دوري الانديه، العالم كله شغال في الدوري عادي، احنا لسه القيد اتقفل من 3-4 ايام، الانديه خلاص داخله على انتقالات يناير في العالم كله، واحنا لسه بنقول يا هادي. فاحنا كنا نتمنى للموسم اللي هي يعني اللي هيبدا بقى الموسم اللي بعد اللي هينتهي ده ان شاء الله باذن الله يكون الامور بقى نرجع نمشي زي العالم ما ماشي ونبدا بقى معاهم كده واحده واحده وننظم مسابقه محترمه. فكرك الجدول هيمشي بشكل منتظم ولا برضه هنشهد تاجيل مباريات الى اجل غير مسمى زي ما حصل قبل كده؟ انا اتمنى اللي هو يمشي زي ما هو، لكن طبعا ممكن يتحط في ظروف صعبه بقى، اي ظروف امنيه، الامن يعترض على اقامه لقاء في توقيت معين، الامن يعترض على ظروف حاجه بتحصل معينه، فاتمنى اللي يحط الجدول يراعي برضو المواعيد دي ما يحطهاش في مناسبات تحرج الامن.
او تبقى يعني او تشكل عبء عليه تشكل عبء على الامن. فلازم يكون مراعي الامور دي عشان الامور تمشي منتظمه وفي شكل ملتزم لكل الناس يعني. ان شاء الله باذن الله. نروح للاهلي ونتكلم عن الدوري واولى المباريات اللي هتكون مع الاسماعيلي واكيد ما فيش حاجه قلنا لها سهله ولا مضمونه، فخلينا برضو نعرف. وطبعا يعني ماتشات النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي دايما ماتشات كبيره، ماتشات جماهيريه، ماتشات ما حدش بيتوقع نتيجتها. لسه طبعا لحد دلوقتي ما نعرفش الماتش هيبقى في اسماعيليه، ودي محاولات بتحصل ان الدنيا ترجع لطبيعتها تاني، والنادي الاهلي يلعب في اسماعيليه والاسماعيلي يلعب في القاهره وترجع الامور طبيعيه تاني. لكن هو ماتش كبير جدا وماتش بدايه ولا اروع للدوري، بدايه قويه جدا. الماتش بحجم النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي ده بيبقى من الماتشات الجماهيريه وكل الناس قاعده بتستمتع بيها وبتبقى قاعده مستنياها. النادي الاهلي عمل تدعيمات محترمه، عمل صفقات قويه جدا على الخط الهجومي كمان او الناحيه الهجوميه، في تدعيمات بشكل كويس جدا. النادي الاسماعيلي برده مر بظروف صعبه الفتره اللي فاتت وحاول على قد ما يقدر هو يدعم في حدود الامكانيات المتاحه. جاب مدير فني عنده خبرات كبيره جدا في الدوري المصري، ومدير فني محترم عنده سي في محترم جدا في الدوري، وانا من الناس اللي انا بحترمهم جدا كابتن طلعت يوسف. ليه فلسفته وليه طريقته، اعتقد بيبقى ماتشاته بتبقى رخمه بلغه الكوره، بيقدر يعني يرخم على الفرقه اللي قدامه ويقدر يعمل اسلوب منظم للفرقه اللي بيلعبها، بيحفظهم جمل كويس، بيحفظهم الوقفه ازاي في الملعب. فمن هنا بتكمن صعوبه اللقاء، لان هو ممكن يقفل شويه الامور على النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي عنده عناصر هجوميه، عنده عناصر تقدر تصنع الفارق الهجومي، ده اللي شفناه حتى في ماتش انبي. يمكن السوبر ما شفناش الكلام ده، لكن بعد مع الوقت شفنا يعني مكسيوني طبعا من اللعيبه اللي انا شايف اللي هي هتبقى ليها مستقبل كويس مع النادي الاهلي. حسام حسن ان شاء الله باذن الله لسه بيستاو، طبعا هيكون على بدايه الدوري هيكون متاح. طبعا النادي الاهلي هيفتقد العناصر دي او الصفقات الجديده في بطوله افريقيا، اللي نتمنى له طبعا كل التوفيق فيها، والعناصر القديمه هي يعني هي اللي جابت بطوله افريقيا اللي صحيح. فاتت طب. وقادره على تعويض او تعويض غياب اي حد ان شاء الله. فكرك بيتسو بوسيماني محتاج يراعي حاجات معينه مع بدايه الموسم الجديد؟ هل محتاج يعدل شيء، يغير من فكره ويغير من تكنيكه؟ هو طلع اعترف بكده، هو طلع بعد الدوري بعد خساره الدوري قال انا في حاجات انا لسه كنت يعني بتعرف على الدوري المصري وبتعرف على اللي بيحصل في الاجواء الدوري المصري. هو السنه اللي فاتت النادي الاهلي كان بتحصل حاجه غريبه انا ما تعودتش عليها من ساعه ما يعني الواحد بدا يتفرج. النادي الاهلي كان بعد ما بيتقدم كان طبيعي دايما النادي الاهلي بعد ما يجيب جون يجيب الثاني ويكمل ويدوس على اي على الفرقه عشان يحصل حاله همدان للفرقه اللي قدامه. النادي الاهلي كان بيجيب هدف ويرجع يدافع او بيحصل تراجع غريب والفرقه الثانيه بتتعادل. النادي الاهلي تعادل خمس او ست مرات في الوقت القاتل زي ما بنقول، دي ما كناش متعودين عليها في النادي الاهلي. لازم مستر موسيماني احترم الفرق واديهم وضعهم الطبيعي ويعني واحترم كل خصم، لكن ما بالغش في الاحترام. انا النادي الاهلي هدفي واحد، اسلوبي واحد من ساعه ما النادي الاهلي اتعمل، هو اللي انا اكسب واطلع الاول وانافس على كل البطولات، وكل ماتش بالنسبه لي هو بطوله، فببقى عايز هدف واثنين وثلاثه. فلازم مستر موسيماني يكون اعتقد لازم يكون استفاد من الدروس اللي فاتت، دروس كانت قاسيه جدا جدا. فاتمنى اللي هو يصحح من اخطاء اللي فاتت، لان هو يعني انا شايف الدوري اللي فات كان دوري من اسهل الدوريات اللي كان النادي الاهلي ممكن ياخدها او يحصل عليها بشكل او باخر يعني. ماشي، انا هاخد من كلامك كابتن ايهاب بقى، لان في بعض النقاط يعني اللي اختلف فيها البعض. يعني فكره ان كان موسم من اسهل المواسم، لا البعض كان بيتكلم ان لا ده مش موسم كان سهل، بالعكس ده موسم كان فيه ضغط رهيب جدا. فكره ان انا اقول موسيماني يتعلم من اخطائه، البعض برضو ليه وجهه نظر اخرى، بيتقال ان مش خطا موسيماني فقط، اللعيبه لهم دور كبير جدا، وال تنظيم كان ليه برضو فكرة المباريات وتوقيتها وكده كان ليه برضو عامل كبير جدا. فخليني اعرف وجهة ماشي نظر. هناخد نقطة، هو اعترف في اخر الموسم، اعترف اللي هو كان فيه تقصير منه في بعض الامور وفي بعض المباريات وقدرته ليها. فطبعا ده اعتراف انا احييه عليه واحترم كلامه. وفي طبعا كان فيه تقصير طبعا، وكان فيه تصريح من حسين الشحات انا فاكر قال اللي احنا برضو قصرنا او في تقصير مننا وكنا احد اسباب ضياع الدوري. انا اقصد بسهوله الدوري ايه، ان النادي الاهلي كان فيه مباريات في ايده. ده اللي انا اقصده يعني. أوكي. كان في مباريات في ايده والنادي الاهلي كان مسيطر ومستحوذ وهو المتقدم وكان عامل كل حاجه في الكوره. فجاه بنلاقي في اخر اللقاء هدف التعادل، نلاقي
خساره للنادي الاهلي، فدي كانت هي دي ده اللي انا اقصده السهوله من هنا. لكن طبعا كان في صعوبات اللي هي ضغط المباريات بعد الرجوع من بطوله افريقيا، كان في ضغط كبير جدا، دي صعوبه كان بتكلم على المباريات، المباريات اللي كانت موجوده كان في مباريات كتيره جدا النادي الاهلي يقدر يحسمها بسهوله وتخليه يفرق كتير جدا من النقط، ده اللي انا اقصده يعني. ممكن كمان الاجهاد كان ليه دور ان الفاينل تاتش او يعني الختام بتاع المباراه ما كانش اكيد، ممكن يبقى الحمل البدني والاجهاد البدني طبعاً. كان عامل مهم جدا، بس النادي الاهلي يعني عودنا على كده، عودنا صحيح. على صحيح. على اللي هو دايما يكون محطوط تحت ضغط، محطوط تحت بطولات كتيره بيشارك فيها، فنتمنى التوفيق. هنرجع عموما نكمل كلامنا عن النادي الاهلي واكيد برضو عن المنتخب بطبيعه الحال، بس هنستاذنك هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه. اتفضل. رجعنا عشان نكمل كلامنا مع ضيفنا العزيز كابتن ايهاب المصري اللي منورنا في حلقه النهارده، وزي ما حضراتكم اكيد متابعين معانا الكلام بيروح ويجي ما بين المنتخب وما بين النادي الاهلي. بمناسبه الكلام عن المنتخب، كيروش كان صرح وقال انه عايز يعني طلب اقامه ثلاث مباريات وديه قبل توقف الدوري، قبل استئناف الدوري قبل اه بالظبط كده. فهل تعتقد ان النوع ده من الطلبات ممكن يسمع في الدوري نفسه؟ ما هيأثر اكيد يعني الدوري برضه. احنا لغايه دلوقتي المفروض الطبيعي الدوري هيبدا يوم 25 ماتشات انجولا اعتقد من 10 ل 14 اعتقد في اول 11 يعني فهو على الاقل هيبقى محتاج من اول نوفمبر يعمل معسكر طبعا. فده في خمس ايام هتعمل ماتشين هيبقى صعب جدا فدي هيأثر اكيد على المنتخب، بس هو لازم في نفس الوقت هو لازم يعمل ماتشات للدوري عشان يشوف لعيبه، عشان هو عايز يشوف ناس معينه، عايز يضيف عناصر جديده للمنتخب، عايز يشوف زي ما هو قال طلع تصريح كويس قال لك ان المنتخب عامل زي البيت ليه باب وشباك، اللي عايز يخش يتفضل، تصريح ذكي منه لان الدنيا مفتوحه للجميع، اللي عايز يثبت نفسه عايز يوريني ان انا موجود يوريني في من خلال ماتشات المنتخب ومن خلال مباراته مع فريقه. فاتمنى طبعا التوفيق، بس ده اعتقد الثلاث مباريات دي اكيد هتاثر بشكل كبير جدا على عوده الدوري او انتظام مسابقه الدوري، ودي اول مشكله ممكن تقابل الرابطه ان الراجل فعلا محتاج المباريات عشان يعمل حاله من التجانس لسه برضه، وطلب منطقي ان هو عايز يعمل عايز يحط بصمته على المنتخب برضه، عايز لسه هو الراجل يعني بيبدا واحده واحده، لكن هو لسه ما وصلش للي هو عايزه من المنتخب، فهو محتاج ماتشات وديه، محتاج يشوف اللعيبه بشكل اكبر، محتاج يطبق خطط بشكل اكتر. فاعتقد ان المنتخب لازم ياخد حقه برضه وياخد كل الدعم ليه، وممكن الرابطه تعمل له ماتشين في الدوري ممتاز بس قبل بدايه المعسكر برضه، من خلالها يقدر يشوف العناصر اللي هو عينه عليها، يعني اكيد هو مش هيكون عينه على العناصر كتيره، هو عينه على عناصر معينه، فهيكون هم اللي تحت المنظار في المباراتين اللي هم ممكن يتلعبوا قبل انطلاق المعسكر. ف ده حقه وحق مشروع ليه وحق اصيل وكل الدعم ليه طبعا كمنتخب مصري، ان هو الهدف الاساسي لينا كلنا في مصر اللي احنا نوصل كاس عالم بشكل كويس، نمثل الكره المصريه في بطوله افريقيا ونحصل على بطوله افريقيا، فده الهدف الرئيسي لينا كلنا، وان شاء الله يكون خير لينا يعني ان شاء الله. ولو وصلنا لكاس العالم يعني 2022 هل بتعتقد بقى استكمال يعني الدوري اصلا؟ ما هي دي بقى برضه مشكله كبيره يعني احنا لو وصلنا لكاس عالم نتمنى طبعا نروح كاس عالم كاس عالم كاس عالم فاكيد هيبقى في معسكرات قبليها وتوقفات كتيره وبقى في فتره كاس العالم، فموسم صعب، هي المواسم احنا بقى لنا كام موسم صعب جدا، كان من الافضل ممكن ان احنا نعمل موسم زي يعني مجموعتين، بس انا جربته كلاعب كوره من يعني صعب رخم يعني ضغوط الكوره يعني صعب. انا ما كنتش حابب الموضوع، ما بتاخدش يعني ممكن ماتشين ثلاثه تلاقي الدوري خلص ما بتلحقش تاخد، وكانت تبقى برده مشكله في موضوع القرعه لو الانديه معينه راحت هنا او انديه معينه راحت هنا ممكن هنا. وانت عايز كمان اضيف السنه دي او اللي استجد كمان ان في فرق طلعت او تصعدت من الممتاز به، فرق كمان عايز اقول لحضرتك حاجه، هي هتبقى عندها الفرق دي هتبقى منافس قوي جدا 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 على هياكلوا النجيل. لا ده عاملين صفقات على مستوى عالي جدا، يعني اول ماتش في الاسبوع الاول فيوتشر هيلاعب فاركو، الفرقتين عاملين صفقات محترمه جدا جدا على مستوى عالي جدا، لعيبه دوليه ولعيبه كبيره ولعيبه محترمه. حلو الدوري هيحلو كمان هيحلو الدوري هيحلو هيبقى بشكل كويس وهيبقى منافس قوي جدا على الفرق دي كلها، يبقى ليها طموح اللي هي توصل للمربع ترجع تلعب بطولات افريقيه في اول مشاركاتها في الدوري الممتاز، فده هيخلي طعم الدوري وشكله كويس جدا، وده اللي احنا نتمناه نلاقي كل الفرق على مستوى واحد، ما نلاقيش فيه تفاوت كبير جدا في المستويات، كل ما مستوى الدوري يبقى قوي
المنتخب هيستفيد، الراجل هيستفيد، كل من مصلحة الكل. صحيح. عودة الجماهير كمان هتدي طعم وحلاوة للدوري، هتفرق كتير يعني مع الأندية الجماهيرية كمان، لأن الأندية الجماهيرية قوتها ومصدر قوتها من جمهورها. فلما يكون معاه جمهوره وفي ظهره جمهوره هيحس، لما يكون مثلا في أوقات في الملعب أنت كلاعب محتاج جمهورك في ظهرك ينبهك يحفزك يبقى في ظهرك دايما. فاعتقد وجود الجماهير هيبقى هيفرق كتير جدا مع الصفقات الجايه اللي الانديه كلها عاملاها والاستعدادات القويه اللي عاملينها. فاتمنى نشوف موسم. بص الحلو في الموسم القادم ان احنا منتظرينه يعني بشوق زي ما بيتقال، بس ما نعرفش هل هينتظم ولا لا. ما هي دي ما حدش يقدر يتكلم فيها دلوقتي، بس الفكره ان في كده عندنا حماس يعني للمتفائلين خير وان شاء الله نتفائل خير. ونقطه التنافس انا شايفه ان ده مصلحه النادي الاهلي في الاول وفي الاخر كمان لو هنتكلم بقى. لا طبعا ان احنا عايزين منافسين برضو، يعني مش حلو ان انت تفوز ومن غير تنافس قوي. بالعكس ده اللي احنا عايزينه ويكون منافس قوي فعلا تتغلبي عليه، ويكون لو ليكي منافس بنفسك على القمه هيكون الماتشات كلها على 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 قوه واحده، ما تكونش لصالح الكره المصريه. لصالح الكره المصريه اكيد، وهتفيد كتير جدا الكره المصريه. نورتنا وشرفتنا كابتن. انا اللي سعيد بتواجدي معاكم وببقى سعيد جدا بتواجدي معاكم دايما. شكرا ليك كابتن ايهاب، وشكرا لحضراتكم على متابعتنا اسبوع كامل في 10 صفحه الاهلي. بس قبل ما اختم عايز اقول مبروك لأفشة، لان امبارح كان فرحه. يا رب يسعدك دايما كده ويوفقك خارج الملعب وجوه الملعب اكيد. شكرا يا كريم. شكرا ليك يا نواف. ان شاء الله وعلى خير ان شاء الله يوم الاحد باذن الله. الى اللقاء.